الشعب البحريني يقدم من تضحيات يعني قرابين من أجل تحقيق مطالبة العادلة. ما في إنسان زرناه في أي مكان في العالم اللي يقر بأن هذه المطالب الشعب البحريني مطالب عادلة، مطالب إنسانية ما يختلف عليها اثنين، إلا من يعني أعمى الله بصيرته وسلب منه الوعي. ولذلك اليوم شعب البحرين أثبت أنه صاحب نفس طويل، صاحب إرادة عزيمة، صاحب صلابة، وأن مشواره مهما طال إلا أنه يرى في نصره قرب ويرى في عزه والاستمرار والوجود على الأرض واستمرار مسيرتنا السلمية عبر حراكنا على الأرض هو المطلوب حتى تتحقق لنا مطالبنا إن شاء الله العادلة. عنوان التراجع ما بات بعد تقديم الشهداء، بعد تقديم القرابين، لا عند قيادة اليوم نقول أن احنا نبغى نتراجع، ولا عند شبابنا أيضا عنوان التراجع. نحتاج إلى الشيئين، الاستمرار الوجود على الأرض وأن العالم كله قاعد يراقب حراكنا، يراقب سلميتنا، والجانب الآخر وحدتنا، توحدنا. ما في متسع اليوم لعنوان الخلاف ولا عنوان أي شيء آخر. هذه وصية لكل الشباب اليوم، متنوع ووحدة في كل يعني حراكنا من خلال كل مكونات المجتمع، سواء على مستوى سني شيعي أو على مستوى أيضا المعارضة بكل تلاوينها بدون أسماء. نحن نحتاج إلى أن نتوحد من أجل أن نحقق مطالبنا. اليوم ما في متسع إلى عنوان خلاف، إحنا ما عندنا كيكة اليوم قاعدين نقاسمها، إحنا عندنا اليوم شهداء، عندنا دماء، ونحتاج أن ننتصر، أن ننتصر لهذه الدماء ولهؤلاء الشهداء. هذا نصيحتي، ودي أن توصل للجميع. ما في متسع اليوم للخلاف، على الأرض فلنبقى، على الأرض نستمر ولا نتراجع، لأن رجوعنا هو عنوان انتكاس.